السميده 2400 او 4400 السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله نصف 3 خميسات بتاريخ 21/3/2023 وان شاء الله نشوفوا كيفاش دازت سوق الصباح والاجواء تكون متاخر فرجه ممتعه للجميع. شوف الاخوان عطاوه 3 مليون قلب اليتيم جدع سنان حليب جدع سنان حليب 3 مليون قلب اليتيم مروان فاش يقول رجع اللور مروان جاينا كادر زوين هنا سكات دريس طويبة مبرقة سلا سلاوي هذا محمد بركيت بربرين نزل الله اوراق كتشوفوا هذا رباعي زال الله وهذا بارب اثنين كتشوفوا هذا طرف 2 مليون هذا زال الله عامين بارب اودي حنا غا صابرين ياك وشوف اقدر عاد قلنا شنو بطاطا ودابا وصلت 160 وانا بصل وصلت حتى هو الفرانك فاودي وقف الجبانه الفرانك ما كتشوفش سونا جميله اسقدري السميده 2400 او 4400 غير ما جميله اسقدري هرن 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 الفورس جاي ذاك انت ايش مسلي وطل تلاف الزيت ايوا الفول 120 يباون هو بزاف هو غير بحال هكا وسور العلف اكل الزنزه باقي كان يا انا عارف قاري لي سنه هاك سينا غيري عندي جوج بغيت نبيعو وشكون اللي دار هادشي ما كان يا ما كان يا اي معلومه ما كان يا آمين 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 يا الله يسخر Oh!
كان عالي شويه كاين الزين اخيو كاين الزين شحال هنا